السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث عن المنهج النفسي وثاني مناهج البحث في اللغة والنقد التي سنتحدث عنها بعد حديثنا في التسجيل السابق عن المنهج التاريخي. بالنسبة للمنهج النفسي نتحدث بداية عن نشأته في النشأة القديمة. نشأته قديمة قدم الإنسان، لأنه النفس البشرية وطباعها اللي بتتعلق من اسمه بالمنهج النفسي اللي بتعلق بالنفس، هذا إشي ملازم للإنسان، ممكن رده إلى العصور الأولى البائدة حتى منها. لكن على صعيد الكتابات الأدبية والنقدية التي ظهرت، فنحن نبدأ من عند أفلاطون. أفلاطون تحدث عن النفس وطبائعها البشرية، وأن الشعر من المؤثرات الأساسية التي تؤثر في عواطف الإنسان وتحركها. وعلى ذلك أخرج الشعراء والشعر من مدينة الفضل التي يرفض فيها مثل هذا الضعف ومثل هذه العواطف. وفي الثقافة العربية وجدنا كثير من الإرهاصات والدلائل على أهمية أو وعي النقاد والعلماء العرب القدماء بأهمية النفس البشرية وأهمية الحالة النفسية اللي بمر فيها سواء المرسل أو المتلقي للرسالة الأدبية أو غيرها من الرسائل، مش شرط أدبية. فتحدثوا عن ضرورة مراعاة مقتضى الحال ومقتضى حال المرسل، أي من فرح وحزن وإلى آخره، وكيف يبعث رسالته. وكذلك تحدثوا عن ضرورة مراعاة المتلقي الذي تختلف ردة فعله لرسالة باختلاف حالته النفسية. ففي الطبع إنسان يتلقى رسالة مفرحة في حالة الحزن يختلف عن ردة فعل إنسان يعني يستقبل هذه الرسالة من الفرح في حالة الفرح. كما تحدث الجرجاني عن الملكة الشعرية وعلى نفسية وطباع الشاعر التي، وحتى هذه الطبائع لا تتعلق فقط بالحالة التي يرسل فيها رسالة معينة، بل إن شعره بشكل عام يدل على نفسيته وطبائعه التي اكتسبها عبر الزمن. فرقة ألفاظه، طريقة اختياراته للألفاظ والكلمات للتصوير، انتقاؤه للشعر، نسجه، نظمه إله، موضوعاته التي يختارها، طريقة كتابته للنص، احتوائه على الغزل، احتوائه على المدح، غيرها من الأمور، كلها بتدل على نفسية صاحبها وما يتعلق بها من أمور. بالنسبة للنشأة في الدراسات الحديثة، فالنشأة الأساسية للمنهج النفسي لم تظهر عند الغرب إلا في القرن 19، وقتش ظهرت مع بزوغ اللي هو دراسات النفسية على يد سيغموند فرويد، الذي طبق جميع عقد النفسية أو دراسات النفسية مستفيدا من الأعمال الأدبية الشهيرة، وكان يطبق عليها ودراساته وآراءه النفسية. لقد تحدث عن شيء أساسي في الإبداع الأدبي، أن كل شخص أو كل أديب يسقط شيئا مما في نفسه في القصة أو في عمله، ويظهر من خلالها رغباته المكبوتة، وأنه مرحلة الطفولة لها دور في حياة الأديب، وعليه أنه إحنا لازم يعني نسقط الضوء على هذه الأمور حتى نستطيع أن نحلل العمل الأدبي بشكل جيد، أو نتعمق في إيجاد الدلالات التي تحيط به. يونغ كواحد من الشخصيات أو العلماء النفس اللي ظهروا، هو تلميذه لفرويد، رفض المغالاة في حصر الإبداع الفني فقط بالعقد النفسية. وإحنا بنميل إلى هذا الرأي وسندلل به أكثر عند الحديث عن التجارب أو دراسات اللي طبقت فعليا على الشعر وعلى الأدب. عربيا في ظهرت عندنا مصطفى سويس بتأسيس مدرسة أطلق عليها مدرسة علم النفس الإبداع، قام شاكر عبد الحميد بتأليف كتاب أطلق عليه الأسس الفنية للإبداع الفني في المسرح، وكثير من الكتباء بعد ذلك كتبوا عن موضوع المنهج النفسي وتطرقوا إليه وأخذوا بالتطبيق، منهم العقاد، منهم الدكتور عز الدين إسماعيل وغيرهم، تحدثوا عن في دراساتهم وفي كتبهم عن
تأثير المنهج النفسي ودوره وتعمقوا في الحديث فيه، وكان لهم آراء مختلفة حول هاي حول موضوعه وتأثيره. بالنسبة لمفهوم المنهج النفسي بشكل أساسي، هو منهج بيقوم على دراسة الأعمال الأدبية لمعرفة الأنماط والنماذج النفسية الموجودة فيها، والربط بين الشخصيات الموجودة في الأعمال الأدبية وبين شخصية الأديب. فقد يقوم الأديب بإسقاط شخصيته على شخصية من شخصيات قصته أو روايته. يعني هذا المنهج بيحاول إنه يبين وين النماذج النفسية أو العقد النفسية الموجودة في الأعمال الفنية، وكمان إنه يعرف أنهي شخصية من شخصيات العمل الأدبي هي اللي بتمثل شخصية الأديب، أو أسقط منها أو أسقط عليها جزء من شخصيته. يعني بشكل أساسي المنهج هذا لا يفصل الأديب عن هذا عن عمله، لا بل يربط فيه، ويعتقد إنه ما يظهر في العمل الإبداعي هو جزء لا يتجزأ من نفسية ودواخل الأديب، وإن الأديب رغباته المكبوتة تظهر في العمل الأدبي. وعليه إنه كان في عندنا كثير من التعريفات اللي انحصرت للمنهج النفسي، قالت إنه هو المنهج اللي بيستقي مبادئه وقواعده النقدية من نظريات التحليل النفسي التي أرسى أصولها وأسسها الطبيب سيغموند فرويد، والتي ترد الفن ترد الفن والإبداع، يعني ترجعه إلى نقطة اللاوعي في العقل الإنساني. يعني إحنا إنه كل إنسان عنده في منطقة اللاوعي اللي حكى عنها فرويد، هذه منطقة اللاوعي اللي بيكون غير التحكم فيها، لا يمكن. هذه منطقة اللاوعي تلقائيا يعني بتسقط الشيء من دواخل الإنسان ورغباته المكبوتة داخل العمل الأدبي. بالنسبة لآلية توظيف المنهج النفسي ومبادئه، فإنه بدنا نحكي بكل بساطة إنه هذا المنهج بيقوم على تحليل نفسية الأديب عندما كتب نصه الأدبي، يعني نعرف كل ما يدور حوله، نفسيته ودواخله، كل ما يتعلق بكتابته لهذا النص، للتعرف على خصائصه الشخصية والعقد النفسية التي يعاني منها. كمان بنتعرف على سيرة حياة الكاتب، كل ما يعيشه، لأنه إحنا بنحكي عن حالة نفسية للكاتب، فإحنا لازم ندرس كل حياته، سيرة حياته، ونعرف اللي هو النقاط الأساسية واللي ممكن أو الأحداث الأساسية والتجارب اللي مر فيها، واللي تكون شكلت جزء من العقد النفسية أو الحالة النفسية اللي بيعيش فيها بشكل عام. يعني موت الوالدة، موت الوالد، موت شخص عزيز، موت صديقه، تجربة فاشلة في التعليم، في الحب، في غيره. ربط النص بلا شعور صاحبه، إنه دائما بنربط النص إنه بهاي الأحداث والعقد النفسية اللي عند صاحبها، ما بنفصلهاش عنه. افتراض وجود بنية نفسية تحتية متجذرة في لاوعي المبدع تعكس أو تنعكس بصورة رمزية على سطح النص، اللي هي نفس الفكرة، إنه عندنا اللاوعي بتحكم فينا، فلازم هذه العقد الموجودة عند الكاتب تظهر في النص، وإحنا بنهتم بهذه الزاوية. التركيز على العقد النفسية، وهذه عيب من العيوب اللي هنتحدث عنه. وسيلة للكشف عن قدرة النص الأدبي في التعبير عن مضمون اللاوعي، اللي هو إشي أساسي إنه إحنا بنحكي عن منطقة اللاوعي وربط النص بصاحبه، إنه يجب دراسة النص الأدبي وما كتب فيه ومستوى الشخصية المضمنة في النص الأدبي مع مراعاة العناصر الأساسية التي تكون منها. بيعتبر رواد المنهج النفسي الشخصيات الموجودة في الأعمال الأدبية شخصيات حقيقية، لأنها بالأساس تعبر عن رغبات ووقائع حقيقية مكبوتة في شعور المبدع. يعني أي شخصية موجودة في العمل الأدبي اللي كتبه أو النص اللي كتبه الأديب إلا تكون موجودة في الواقع حتى في محيطه، فهو يعني بيسقط محيطه داخل الأعمال بشكل أو بآخر. بالنسبة للعيوب، أول إشي بيعامل المنهج النفسي الأدب الجيد معاملة الأدب الرديء. يعني إحنا ما بنروح بندرس فنيات العمل الأدبي، لا، إحنا بندرس الأدب على إنه وثيقة نفسية، وإحنا قاعدين بنظهر الرغبات الشاعر أو الكاتب المكبوتة وكل العقد النفسية الموجودة فيها. تاني إشي إنه يعتمد المنهج على الفرضيات والكشوفات التي يقوم باكتشافها علم النفس. يعني إيش في علم النفس أظهر عقد نفسية واكتشافات وآراء حول أمور نفسية تتعلق بالنفس البشرية هو بتعامل معها، من دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النظريات قد تكون خاطئة أو لا يمكن تطبيقها على الأديب، هذا الأديب مش كل الأدباء.
من خلال المنهج النفسي يظهر الأدب وكأنه تعبير عن الحالات الشاذة والرغبات المكبوتة، وهذا الأمر غير صحيح حيث يتعامل مع العقد النفسية. كيف فكرة العقد النفسية؟ يعني إحنا لما ندرس النص ما بنتعامل إنه في عند الشاعر حزن، عنده اغتراب، عنده شعور بالحيرة، شعور بالألم، بنتعاملش مع إنه عنده حالة خاصة من الجرح، من الشعور بالفشل بسبب خسارته، بسبب فشله في مباراة، فشله في تحقيق هدف، في تحقيق أمل، في الحب، في غيره. لا، إحنا بنتعامل مع عقد نفسية. إذا فيش عقد نفسية هذا مسموش منهج نفسي. يعني كيف عقد نفسية؟ يعني إحنا بدنا نبحث عن عقدة شذوذ، عن عقدة إلكترا، عقدة أوديب، عن نرجسية، عن حالة من غير النرجسية ممكن تكون سادية، أمور كبيرة. يعني عقد نفس، وهي مش شرط تكون موجودة، لكن إحنا بنصير أو بنلاحظ إنه بعض النقاد أصبح يلصق بعض هذه العقد ببعض الكتاب بطريقة غير صحيحة. من النماذج على الدراسات المنهج النفسي أن طه حسين تناول أبي العلاء المعري في كتابه مع أبي العلاء في سجنه. فسر حالته النفسية لأبي العلاء على أساس أنه ظلم كثير في حياته وتحمل فوق طاقته حين أسر نفسه في 3 سجون، اللي هي أول إشي أقنع نفسه بأنه سجين من دون سجان، لأنه كان طبعا أبو العلاء مصاب بالعمى. تاني إشي لما إنه اعتقد إنه عماه أثر على حالته النفسية، فقرر إنه وقتها ما يغادر بيته. والأمر الثالث إنه سجن عقله ونفسه، فتخيل له اللي هو جلبه للآلام والشقاء إلى نفسه. وعلى هذا الإشي اعتبروا إنه هو يعاني اللي هو نقص دائم، نقص في الكمال والألم وغيره، فكان عنده حالة من الإحباط وحالة من اليأس وحالة من اللي هو السعي إلى كمال الذات، يعني دائما في نقص. في عنا دراسة تانية كانت من أهم الدراسات اللي تناولت أبي نواس، اللي هي محمد النويهي في كتابه نفسية أبو نواس اتبع الخصائص النفسية له في أشعاره وسلوكياته وغيره. فنتج عن ذلك إنه قالوا إنه هو عنده عقد بالاضطرابات الجسمية، لأنه إحساسه الدائم من التوتر وهيك أدى إلى هذا السبب، يعود من عقدة ناشئة لديه من زواج والدته برحيل برجل آخر بعد وفاة أبيه، إنه هذه انعكست عليه فتعلق بشرب الخمر. والعقاد أكد هذا الإشي، بل وجعل إنه أبي نواس كمان عنده عقدة مرضية هي النرجسية، يصاحبها مجون وميل ظاهر للإباحية والشذوذ. هذه الدراسات وغيرها جعلت المنهج النفسي مش منهج بيبحث بشكل عام عن نفسية الأديب. يعني زي ما بنحكي إنه مثلا دراسات إنه الشعراء والكتاب أصلا في العقود الأخيرة بيعانوا من الكثير من الإحباطات النفسية واليأس، وظهرت كمية حزن واسعة ممكن نتحدث عنها في المنهج النفسي. لا، المنهج النفسي أصبح بالنسبة للدراسات ومن طبقه يتحدث فقط عن عقد نفسية كبيرة، عقد نفسية يعاني منها الكاتب، فأصبحت هناك مغالاة في الحديث عن ما يرتبط بالشاعر، وهي ممكن ما تكون بالشاعر أو الكاتب طبعا، وممكن ما تكون صحيحة غالبا، ولكنها أولت بهذه الطريقة، لأنه إحنا الشعر يحمل كثير من التأويلات، هذه التأويلات جعلت بعض الأشياء تنسب أو بعض العقد النفسية الكبيرة تنسب إلى الكتاب بطريقة غير صحيحة حسب ما نرى. يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم مع المنهج القادم.